سلام لافاميش، اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير. بالنسبه لهذا الفيديو غير زربان خرفان، غادي نشارك معكم هذا المقله ماشي بغرير وبغرير، ما شاء الله والله كبار. نساء المغرب كلهم كيعرفوا يديروا بغرير. غنبارطاجي معكم هذه المقله اللي كنت وريتها لكم في الفيديو السابق، وقلت لكم انا راه خديت هذه المقله وانا خديتها كيف يلا كانوا حطهم، يعني من كان جاب السلعه الاولى من جات في الفوز الاول انا شفتها وعجبتني وحمقتني وشريتها. هانتوما كما كتشوفوا المقله ما مسحتها ما والو، حيت بغريره وغادي نولي نصب الخليط واحد اخر ديال البغرير، ما يوقع له حتى حاجه، ما تمسعوها ما والو، ما كتلصقش وجوده عاليه. الثمن ديالها غير 90 درهم فقط هانتوما، ولكن مقله ممتازه من نوع جيد. انا قلبتها، علاش قلبتها حبابي؟ باش تشوفوها انني عندي مستعمله وما كنطيبش فيها غير بغرير، كنطيب فيها كلشي باش تعرفوا انكم شنو خديتو. بالنسبه لكازالهوم، علاش كنقول لكم راه الجوده والاتقان والثمن مزيان؟ بالفعل الارتيكلات ديالهم ممتازين كما كتشاهدوا، ما فيها حتى جرحه. علاش؟ ما كنخدمش بالمعلقه، ما كنحركش بالمعلقه، كنحرك بالسيليكون او العود. ما شاء الله والله كبر هاد البغريره، انا شهتني وهي في هاد المقله هذه. كما قلت لكم راه ما كنخدمش المعالق، كنخدم غير العود او السيليكون، وكنحلف حتى على بنتي كنقول لها والله يما كتجرحيها لي الا حتى نوريك. يعني انا كنبغي حويجاتي يبقاو عزازين عليا، واخا نشريها غير ب 10 دريال عزيزين عليا حوايجي يبقاو مزيانين، كثر هي هادشي ديال المطبخ. بالنسبه لهاد الكوكيز اللي كتشاهدوا حتى هو في الفران ديال الايتيمات اللي كنت سبق لي وبارطاجيته معكم ووريتكم فيه القراشل، هذا كوكيز بالشوفان. ولا بغيتوا المقادير نكتبوا ليكم، ولا بغيتوا ادق التفاصيل غادي نعطيكم الرابط، ندخلوا ليه نيشان القناه، راه عندي الوصفه في القناه ديالي. هانتوما كما كتشاهدوا هذا الفران هذا كنصحكم به، وحتى الثمن ديالو راه رخيص باش ما كان رخيص. البغرير ها هو كما كتشاهدوا ما شاء الله، انا درت غير ربعة السميده مع كاس ديال الفرز مع معلقه ديال الخل مع شويه الملحه. بالنسبه لهاد الكوكيز غزال، بالنسبه للمعالق ديال السيليكون راه حتى هما ديجا بارطاجيتهم معكم، كانوا حتى في اللون الاحمر وكان الثمن ديالهم رخيص، ما نعرفوش 60 درهم ولا 70 درهم ما عقلتش بالضبط شحال، ولكن نافعيني والجوده عاليه بزاف بزاف بزاف. ما شهيتكم حبابي وناسي اليوم ما درتش التصوير، شوفوا حبابي وناسي صورتي في المطبخ ديالي، يعني كنت شهيت هادشي نديرو ونبارطاجي معكم حتى المقله كذلك. بالنسبه لهاد الشوفان هاد الحلوه هذه كنصحكم بها تعطيوها لوليداتكم في الفطور او يديوها معاهم الكوتي، خفيفه بزاف وفيها حتى الكركاع وفيها الزبيب وفيها وفيها وفيها، المهم حتى تشوفوا الوصفه. غادي نقول لكم احبابي وناسي نهايه الاسبوع موفقه ان شاء الله، وسيروا جريوا دغيا شوفوا المقله واش مازال ولا لا، وشريوها راه غادي تنفعكم في كل شيء. شوفوا هاد البغريره جات كتحمق ما شهيتكم، والله الا جات فنه وخفيفه بزاف. ايوا تبقاو على خير، مع السلامه.